فكانت صورة وشمسية اللي مخصصة لصوركم بتخولكم تربحوا معنا بنهاية كل آخر شهر جايزة. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو عن شرفات المنازل، بعتولنا صوركم واربحوا معنا. من سوريا سامر بننتقل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 22 درجة، الرباط 21، الجزائر 18 درجة، منكفي على بغداد 30، دمشق 26، القدس كمان 26 درجة، ومنختم مع الكويت 31، الدوحة 30 درجة، أما الرياض عم بتسجل 29 درجة. هلا بننتقل على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح حرارته بين ال 14 و 26 درجة بالنسبة للجبل 20، أما بالداخل بتسجل أقصاها 26 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 23 درجة، طرابلس والكورة 24، الأرز 15 درجة. منكفي على الهرمل 25، القاع كمان 25 درجة، بعلبك 23، رياء 24 درجة. جبال 24، ميروبة 20 درجة، جونية وبعبدة 25. بيروت كمان عم بتسجل 25 درجة. نوصل بالمناطق اللبنانية على زحلة 25، شتورة وعنجر ومشغرة 26 درجة. منكفي على جزين 26، رشية 23، مرج عيون 25 درجة، بنت جبال 26، ومنختم مع صيدا صور وقانا 26 درجة. بكرة الجمعة طقسنا عم بيكون غائم جزئيا إلى غائم، عنا سحب على المرتفعات والضباب بالمناطق المرتفعة، أما الحرارة بتوصل أقصاها على الساحل لل 25 درجة، أدناها 19 بالنسبة لنهار السبت 26، والأحد بتنخفض لل 25 درجة. عم بيكون عنا ضباب وعم بيكون عنا رياح نشطة. حرارة بمنطقة الأرز توصل أقصاها لل 15 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.